تجسد الدعوة التي أطلقها جلالة الملك المعظم لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، تجسد مدى ما يوليه جلالته من اهتمام بكل ما يعزز التقارب بين الدول والشعوب والثقافات من أجل رفاهية وسلام البشرية جمعا. نعم، خطابات جلالة الملك المعظم في مختلف المحافل دائما ما تركز على أهمية التعايش وقبول الآخر ونبذ الكراهية والتطرف، وذلك إيمانا من جلالته بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون كرامته. برؤى حكيمة لعالم أكثر سلاما واستقرارا، من قائد الإنسانية الذي يعي تماما أهمية أن تبنى الأمم ويكون أساسها الرئيس هو السلام وقبول الآخر واحترامه. هذه المبادئ السامية التي لطالما حرص حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على ترسيخها بين أبناء مملكة البحرين وشعوب المنطقة، حتى باتت البحرين تعرف أمام العالم ببلد الوئام وواحة التعايش. ولا تخلو خطابات جلالة الملك المعظم من التركيز على كل ما من شأنه أن يسهم في صون وحفظ كرامة الإنسان، وخير دليل على ذلك دعوة جلالته والتي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، والتي تأتي لتؤكد ما يوليه العاهل المعظم من اهتمام بكل ما يعزز التقارب بين الدول والشعوب والثقافات. كما ركزت دعوة جلالته على ضرورة أن تتضمن الاتفاقية منع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر وتعزيز شعور التآخي والصداقة بين الأمم، وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، استرشادا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التعايش والمحبة. وتمثل هذه الدعوة الملكية السامية إضافة جديدة في سجل مشرف من المبادرات والخطوات الرائدة التي تعكس النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم في التأكيد على أهمية الإيمان بثقافة الاختلاف واحترام الآخر والعيش بسلام من أجل رفاهية وسلام البشرية جمعاً.